هو عنوان لا قيمة له. بالنسبة إلى نجاسة الكتاب، نجاسة الكتابي مقصودة، ألم يكن فهم خاطئ للأدلة من قبل الأعلام ثم انكشف خلافه؟ سؤالي هذا، ليش 500 سنة فهمه خاطئ، الآن إحنا 500 سنة نفهم شنو؟ آخر، شنو اللي أداهم أن يفهموا ذاك والآن بدأنا نفهم شنو؟ لا هم أخذوا من الحجة ولا أخذنا إحنا شنو؟ من الحجة، نفس هاي النصوص بأيدينا، ليش هم فهموه بذاك الإطار؟ إحنا فهمناه شنو؟ أنا معك يقينا، هذا هذان فهمان، ذاك فت فهم وهذا فهم آخر. سؤال، ليش هو هيك فهم أنا هيك فهم؟ ليش ما انعكس؟ هو يفتهم طهارة أنا أفتهم شنو؟ نجاسة. الجواب أن الذي أدى به أن يفهم أن أدى بنا أن نفهم الطهارة هذا الواقع الذي نعيشه، محال إخوان الأعزاء، محال وقوعه، محال أن يتجرد الإنسان عن ماذا؟ عن واقعه، ما يمكنه. ليش؟ لأنه أنت الآن حسنا ما أريد أدخل في البحث الفلسفي، عندنا وقت، شوف البحث الفلسفي قائلين بنظرية اتحاد العاقلي والمعقول، يعني شنو؟ يعني أنت كل مفردة عقدية أو فكرية أو ثقافية أو عملية أو سلوكية تتعلمنا شو تصير مولا؟ ها؟ أنت وجوديا تتحد، يعني تكون جزء من كيانك. فإذا صارت جزء من كيانك عندما تنظر إلى الواقع أو تنظر إلى النص الديني تنظره بكل ما تملكه من هذا الكيان الفكري والعلمي، ما تقدر أنت هاي تشيلها، هي مو نظارة حتى هالشكل، الفكر مالك هالشكل تقول الآن عايب، أها شلتها خليتها على صفحة، فكرك هالشكل، ها اعتقاداتك هالشكل، يعني تقدر تتجرد عنها، ها جزء من وجودك من موروثك. إذا عندما تريد أن تقرأ النص هذا الموروث كله ماذا؟ حاضر أمامك إن شاء الله تعالى غدا.